فين المسؤول عن الاوتيل؟ انت مدير الاوتيل؟ عاجبك يا استاذ؟ واحد بيشتغل عندك هنا يهزق المدام بتاعتي قدام الحارس الخصوصي بتاعها؟ وطي صوتك يا باشا، ما يصحش عيب كده، الناس تسمع. يعني ما عندها حق يا فندم. نعم ليه؟ يعني ما شافهاش وهي بتتهزق. يعني شفت نفضحها احنا. عندك حق. اتفضل يا هاني. اشكرك. ويكون في معلومك. أيوة فندم. لازم تجيب لي الولد ده، يعني لازم تجيب لي الولد ده. ايوه فندم، بس اصل هو تايه مننا، مجرد ما هلاقيه هجيبه على طول. تايه؟ هيروح مني فين يا استاذ؟ انا عامل حسابي. حاطط على الابواب مخبرين وعساكر هيقبضوا عليه، يعني هيقبضوا عليه. ايوه يا فندم، انا عايزك بس تهدى عشان تعرف تتفرج على النمر في المحل. بمناسبة النمر، انا عايز اشوف كهرمانة. طبعا لازم تشوف كهرمانة. اللي يتجوز دي عايز اشوف اي ست. تقول ايه؟ لا لا، بقول بس يعني كهرمانة في الاخر. ليه؟ عشان هنبتدي بنمرة كبيرة بقى. نمرة كبيرة؟ المطرب الكبير راغب علامة. المطرب الكبير؟ سامعيني يا اعزائي؟ المطرب الكبير هيغني. عايزين راغب. ايه اللي انت عامله ده؟ اسمه خالص. ايه؟ الراجل اللي هو المسؤول ده حاطط مخبرين وعساكر على بيبان الاوتيل، عاوز يقبض عليا عشان ينتقل لمراتي. طب ما انت جاي له هنا برجليك بس حلو كده، لا يمكن حد يقدر يقيسك. طب وراغب علامه فين؟ راغب علامه انا لما قلت له قال لي احسن حل عشان ما يعرفكش، اعمل انت المطرب ومش هو. هو ده المطرب؟ لا يا فندم، راغب علامه حصل له ظروف فاضطر يمشي يا فندم، بس بعت تلميذه خلفته يعني. يعني بيعرف يغني؟ طبعا يا فندم. تعالى سلم على المدام. لا سيب المدام بعدين. فرقة فرقة، يلا يلا الفرقة. ها؟ الفرقة ايه؟ الفرقة المشية؟ نعم الفرقة المشية. ايه الفرقة المشية؟ يعني ما بيركبوش مواصلات، يجوا مشي. يلا انا عاوز احلى غنى. أيوة. واحلى مزيكا، واحنا عندنا مسؤول كبير قوي. ايوه عاوزين نعمل شغل جامد قوي. ماشي. ها؟ هي دي المقدمة الموسيقية؟ ايوه ايوه. ولازم ياخد رأيي؟ طبعا سيادتك مسؤول كبير، لازم يتوقع على كل حاجة. كويس. يعني ايه رأيك؟ في ايه؟ المقدمة كويسة. هل عجبت حضرتك؟ ايوه عجبت حضرتك. نعيدها. تعيدها ليه؟ طالما انت مظبوط منها. ايه مظبوط هنا يا جماعه؟ يعني منبسط. مبسوط يا فندم. ايوه مبسوط يا سيد. مالكش اي ملوظه؟ ايه ملوظه دي؟ ملحوظه يا فندم، ملحوظه. لا مفيش ملحوظه. يعني المقدمه عجبت حضرتك؟ ايوه المقدمه عجبتني. المقدمه المقدمه. يلا مؤخرة. مؤخرة ايه؟ بس انتك وافقت على المقدمة. ايوه وافقت. موافق على المؤخرة. هي دي المؤخرة؟ ايوه. كويسة. يعني المقدمة والمؤخرة حازت اعجازك. ايوه يا سيدي، المقدمة والمؤخرة حازت اعجازي وانا ممنون. يا نهار اسود، بقول لك انا مجنون. ايه مجنون دي؟ انت زمان بسمعها غلط، انا هوضحها. ايوه. بيقول لك انا ميمون. ايه ميمون ده يا بني ادم؟ ايه ميمون ده؟ امال انت حضرتك قلت ايه؟ بقول انا مجنون. انا مبسوط. مبسوط. ايوه. اتفضل سيادتك اتفضل. سيبني انا هتصرف، انا هتصرف. تعالى تعمل ايه؟ مين جابك هنا في الفرح؟ ها؟ فرح ما فيهوش اهو خالص. مين دي؟ مش عايز كلام في الفرح. ايه مالك؟ بتبسطها. انا بتبسطها ليه؟ راسي. تعال هنا تعال هنا. ولا كلمة. نزل. انا
تتحرك. انا اسف اصله نظره على قد معلش اتفضل يا لا يا قلبي الشموكي فرنسي مين ده؟ خلاص بقى خلاص بقى ايه رايك في اللي حصل؟ ايه ده؟ من لوج اسمه الضرب من لوج ده؟ انا حصلت كويس انا حصلت حلو من لوج ده ايوه يعني ايه؟ بقولك ايه؟ ما تساعدني بقى شوية ساعدك في ايه؟ اسمي وانا بلبوم طيب انا هتصرف انا هتصرف يلا بينا قامت معفنه ها ايه رايك انت بقى في رقصه القرد قرد ايه يا ابني انا عايز مغنى ايه مغنى طرب ايوه طرب 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 هنا طرب طرب موجود لحظه واحده يلا